تمريض هذا المشروع بهذه الصيغه اللي جاء به المعيبه واللي فيها نواقص كثيره. الهيئه المغربيه قدمت ارضيه لفتح النقاش وتتمكن من الخروج بقانون شامل يترجم تطلعات المجتمع في محاربة الظاهرة انسجاما مع التزامات المغرب الدولية التي صادق على جميع الاتفاقيات الدولية ومنها على خصوص اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك دستور المغرب الذي ينص في دباجته الاختلافات المذهبية التي قد يكون لكم فيها القول والرأي، ولكن سأكون أكثر من ذلك. بعد صدور أول دستور للحقوق والحريات دستور 2011، ما هو السر في هذا الزخم من القوانين التنظيمية لتفعيل مسطرة إخراج القوانين التي ضلت ولعهود حبيسة الأمانة العامة للحكومة دون أن تفعل الحكومة مسطرتها في الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية. هيئات التشاور المنصوص عليها في الفصل 14 من دستور المملكة. لماذا كذلك؟ لأن هذه الحكومة خلال هذه الولاية الكاملة وأنا مصاف من الألوان السياسية أرادت أن تمرر على يدها ما لم تستطع أي حكومة تمريره في احترام إرادة الشعب الذي طبعا. سأدخل إلى هذا القانون القزمي الذي بدأت ديباجته بشكر الحكومة نفسها لنفسها، وهذا خطأ وعيب في الديباجة وعيب في التشريع. فالمذكرة قالت بأن هذا القانون نتاج وزارة الأسرة والتضامن ووزارة العدل، غيبت سنوات من نضال الهيئات الحقوقية والحقوقيات والهيئات الحقوقية المدنية في ضرورة التصدي لكل أشكال العنف المباشر ضد المرأة. نقطة، ثلاث مستويات: مستوى النص ومدى التزامه باللغة القانونية، مدى تحكمه في محاربة العنف ضد النساء والأطفال، والمحاربة هي جزء من المناهضة، فالمناهضة تكون بمختلف الأشكال بالقانون وبالملاحظات وبوضع العين على مكان البصر. ولكن تارة نتحدث عن العنف ضد المرأة، وتارة نتحدث عن العنف ضد الأطفال، وتارة نتحدث عن إحداث هيئات مركزية لمراهضة العنف وغير ذلك، وتارة نتحدث عن تشكيل هذه الهيئات، وتارة أخرى نتحدث عن تفريد العقاب أو حول الجمع بين العقوبة الحبسية والغرامة أو حول العقوبة الواجبة التطبيق تلقى لقناعة القاضي. هذه المسائل تهم الشكل بطبيعة الحال، وهنا ما يبين لنا ذلك. 503 الفقرة الأولى ديال مصطلح الزميل في العمل، وهذا المصطلح الذي أقحمه المشرع في هذه المسودة تغافل معه المادة 40 من مدونة الشغل التي تنص على كل تحرش يقع من رب العمل. التحرش الواقع من رب العمل والذي تأتي من خلاله المغادرة التلقائية للأجيرة يعتبر المغادرة مبررة موجبة للتعويض في إطار الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها تبقى في هذا القانون. أكثر من ذلك، هناك استعمال المشرع لعبارات أدبية: الوالدين والمرأة كفيلين من هذا القانون في إطار نظام الكفالة كما هو معروف. لن أطيل لأنني سأحاول أرتدي للناس. ثانيا، مصطلح الأموال المشتركة مع أموال الأسرة. أموال الأسرة مصطلح جديد. القانون ينص على الأموال المشتركة القائمة
أثناء الزوجية بناء على العقد المرتبط بالمدونة التي توجب على الزوجين تحديد طبيعة النظام المالي المتخذ بعد الزواج والأموال الأسرة، فهذا موضوع عام، لأن الأسرة ليس فيها فقط الزوجين، فيها الأبناء وفيها الوالدين وفيها كل من هو تحت رعايتك وكفالتك سواء الشرعية أو القانونية. فهل هذا القانون كما ناقشت مع الزميلة الأستاذة، هل جاء متمما للقانون الجنائي أم جاء كقانون إطار أم جاء كقانون تعديلي؟ ونحن نعلم أننا اليوم بصدد مناقشة مسودة القانون الجنائي وتنقيح القانون الجنائي من ذلك الكم الهائل من النصوص التي أقحمت في عبارة عن فقرات أو أبواب أو نصوص مقررة. سأقتصر في هذا الموضوع من ناحية الشكل منتقلا إلى الموضوع من ناحية اللغة القانونية منتقلا إلى ناحية الشكل. العنوان طبعا لا يغطي مضمون القانون. هل نحن أمام قانون خاص أم قانون الإطار؟ والملاحظة أننا أمام تقزيم وتعديل وترقيع لنصوص القانون الجنائي. ومن هو الواجب التطبيق في حالة وقوع النزاع؟ ثانيا، الأمر هنا يتطلب توحيد المصطلحات القانونية، لأنه المشكلة في التفسير تكون أمام القضاء وأمام مصطلح المرافعات. ثانيا، هناك خلط في التبويب، وأنه أراد أن يخرج نصا قانونيا ظل حبيسا العمل الحكومة ما قلت سابقا لمدة 10 سنوات في ظرفية تاريخية وزمنية وجيزة تغير مجموعة من الأمور ومجموعة من الخلط ومجموعة من العيوب، لا في التعريف ولا في منهجية وضع النص القانوني وغيره، ولكن كذلك من حيث الموضوع. كذلك لم يتحدث حول العنف الواقع حول الأطفال والنساء الشقيقات في البيوت، لم يتحدث عن ذلك ولم يفرد له نصا معينا ولم يضبط المنع الواجب من تشغيل الأطفال سواء في المنازل أو في الورشات أو غيرها. عدم كذلك حسن شريف رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير وعضو المجلس الوطني. أولا، هذا النشاط يأتي في إطار البرنامج العام للفرع، وأيضا في إطار مواكبة الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لمستجدات النقاش العمومي. فكما في علمكم أصدرت مؤخرا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتنسيق بشراكة مع وزارة العدل والحريات قانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة. فهذا القانون ربما لأطار انتقادات جمعيات عديدة أطرنا من خلال هذا الموضوع أولا أن نخضعه للتحليل والتشريح والنقد. مطلب إخراج قانون لما يحارب العنف ضد المرأة كان مطلبا للحركة النسائية المناضلة، بل كان في مقدمة المطالب التي رفعتها الجمعية النسائية، لكن للأسف اليوم كان هذا القانون ربما شكل صدمة لهذه الجمعيات باعتباره عرف تراجعات عن المكتسبات السابقة والتراكمات التي عرف هذا المجال. فأولا نشير في كنقطة أولى أن هذا القانون لم يتم صياغته بشكل تشاركي انسجاما مع مبادئ الدستور بإشراك الجمعيات الفاعلة في الميدان. أيضا هذا القانون لم يراعي التزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، ونخص هنا أن المغرب مصادق على اتفاقية مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فهذا القانون لم يراعي هذا المعطى. أيضا هذا القانون لم يتم فيه تعريف العنف
ونخصه هنا بالذكر العنف الزوجي. هذه هي فقط مجمل النقاط التي سنناقش فيها هذه الندوة، وأيضا حاولنا من خلال هذه الندوة دعوة أكاديميين محامين لديهم باع طويل في هذه النقاشات الأخرى، حتى تستطيع الحركة النسائية إفراز قانون يكون بديلا لهذا القانون الحالي. شكرا.